لكم هذا نهار الخامس ديال رمضان. نهار الرابع ديال رمضان ما صورتوش حيت ما بقات لي بزاف الماكله من الوصفات اللي كنت صيبت، ما بغيتش نضيع حيت الضيعة حرام. والوصفه الاولى اللي غادي تكون في الطابله ديال الفطور هو خبز صيني مصيب بالكفته والفقاع ماشروم. والتعميرات ديال الخبز غادي تكون بالكفته، هنايا الكرافس مقطعين وهذا فقاع صيني تيكون بحال هكذا مقطعته مزيان، وهذه البصله الخضراء، سكينجبير، ملحه، الابزار، قصب السكر، مايزينا، زيت ديال الزنجلان، صوص ديال الحوت تسمى فيش صوص، لاصوص ديال الصوجا صوي صوص، وورشاشاين صوص، وواحد لاصوص ديال كوريا لاصوص الفول ديال الصوجا. اول حاجه غادي نشحر الكرافس مزيان مع زيت العود، ودابا غادي نزيد الفقاع ونمشي تاكي ماشون والبصله الخضراء، وغادي نكمل الشحار ديال الخضره وعادي نزيد البصله. ودابا غادي نزيد البصله كبزيرة كار نزيد فش صوص مش شانصه شي شويه صوص ديال الصوجا معلقه لا صوص ديال الفول ديال الصوجا، وغادي نخلي الكفته مع الخضره ولا الصوص يتشحروا مزيان حتى يتحيد السوائل كاملين اللي كاينين فيهم، وعاد نطفي باش نخليها تبرد ونوجد التعميره للخبز. ودابا التعميره اللي بردات غادي نزيد شي شويه ديال زيت ديال الزنجلان و كورن ستارش مايزينا، وغادي نخلط كلشي ونخليه يبرد مزيان، وعاد نبدا نعمر العجينه ديال الخبز. وحطيت هاد التعميره في هاد الصفايه غير باش تحيد اي دهون اللي كانت ديال التعميره. هنا غادي نبدا نصيب العجينه ديال الخبز الصيني اللي غادي يكون طايب مبخر، جوج الاكواب ديال الطحين الابيض مع جوج معالق كبار ديال قصب السكر مع جوج معالق صغار خميره الخبز وقبسه ملح. غادي نزيد حتى واحد جوج معالق صغار ديال الزيت النباتيه وما دافي. هاد العجينه خاصها تكون شي شويه قاصحه. ودابا غادي نبدا نخدم في العجينه حتى تولي ليا مساجمه مزيان، واحد 5 دقائق بحال هكاك. غندير شويه ديال الزيت غادي نخليها هنايا وغادي نخليها ترتاح نغطيها بالبلاستيك اليمونتير واحد 5 دقائق. وهذا هو الكسكاس الصيني اللي غادي نستعملو باش نطيب الخبز. وهنا درت البابيي سولفيريزي اللي تقبتو او ميم طون باش يقدر يدخل البخار. وهذه هي التعميره ديال الكفته، قسمتها على 6 ودرت نفس الشيء العجينه ديال الخبز ثم قسمتهم على 6. الشكل ديالها كملتها، غادي نحاول ندير واحد على الاخر وغادي نحطهم يتبخروا. وهذا هو الشكل ديالهم اللي الله طابو. هذه كانت الطبقه الفوقانيه وهذه الطبقه التحتانيه. شتي واحد الغلط درت، ما درتش عليهم شي شويه ديال زيت العود من الفوق باش ما يلصقوش ليا من التحت. جوبونس شتي لصقوا لي شي شويه من التحت. عفاكم اللي تكونوا كطيبوهم ديروا شي شويه ديال زيت العود من الفوق باش ما يي. دابا غادي نصيب لاصوص اللي غادي ترافق الخبز المعمر بالكفته الصيني. غادي نحتاج البصله مشلضه، لاصوص ديال الصوجا، خل الروز،
والحرور ديال الثوم الصيني. انا غدرت البصله والحرور. غادي نزيد السوجا والخل الصيني ونسيت عاتاني شويه ديال السكر. دابا غادي نخلط كلشي وغادي نغطيها ونخلي البصله تشرب مزيان هذيك لاصوص. ودابا غادي نصيب واحد صوبه ديال الميسو جابونيا. غادي نحتاج لجوج بيضات، لاصوص ميسو جابونيا، الفوكيه شيتاكي، بصله خضراء، ومايزينا ولا الكورن ستارش. ودابا غادي نضرب حيط البيضات مزيان. ودرت في هذا الكاس الماء، غادي نزيد الكورن ستارش مايزينا وغادي نخلط مزيان. الكاترونه درت الماء، دابا غادي نزيد ميسو صوص وغادي نخليه حتى يذوب. نزيد شيتاكي مشروم. الصوبة سهلة بزاف ولكن لذيذة بزاف. كورن ستارتش مع الماء ولا مايزينا و جوج بيضات مخفوقين مزيان، خاصني نسوي في صح. وأخيرا البصلة الخضراء، غادي نخليه على نار شي شوية هادية واحد 5 دقائق ومن بعد نتفعليه. ما بغيتش نزيد الملحه حيت لاصوص ديال الميسو فيها ديجا ملحه. ودابا غادي نصيب واحد الاكله وحده اخرى صينيه بواحد المعكرونه ولا الشعريه جابونيه كتسمى اودون بالخضره. غادي نحتاج البصله، الخيزو ولا جزر جوليان مقطع شرائح طويله، بصله خضراء، بروكولي، واحد جوج ديال لي باكي ديال شعريات اودون نودلز، بيبي مدخن، سموكت تركي، صلصة ديال السوجا، هنايا لاصوص الفول الكحل الكورية، وزيت ديال الزنجبيل. خليت الماء يغلي في الطنجرة. ودابا ماشي غادي نسلق الخضرة، تقريبا غير باش يشدو. غادي نخليهم هنايا تقريبا غير ما كاملاش دقيقة ومن بعد نحيدو. وهاد الطريقة خديتها من مطاعم صينية كيستعملوها بزاف، كيخليو الخضرة غير واحد ما كاملش حتى دقيقة ومن بعد كيبداو بها الطياب باش كتبقى مقرمشة. وغادي ندير نفس الشيء الشعرية الجابونية، وغادي نخلي اودون الشعرية الجابونية حتى تطيب. ودابا الشعرية موجودة باش نصفيها. وي الشعرية اللي صفيتها. درتهم في هذا التبصيل، بغيت نوريكم غير لاصوص الفول الجابوني الكحل كيفاش دايره. غادي نحطها من بعد نزيد شي شويه الماء. دابا الماء نزيد الذرة كامله، وغادي نزيد البيبي مبخر نودلز. غادي نزيد شي شويه ديال الزيت ديال الزنجبيل ونعاود نخلط. وهذا هو الشكل الاخير. غادي نسد عليها ونخليها حتى الفرن وقربت توجد حتى 4 عصير لافوكا. باش نصيب عصير لافوكا زيت لافوكا، لي كلاص، سكر، تابيوكا بيرلز، وغادي نزيد لافوكا. وهذه هي الطابله ديال نهار الخامس رمضان، الخبز الصيني المعمر بالكفته، شيتاكي ماشروم، الفوكيه، وغادي نرافقوا هاد الصلصه اللي فيها البصله سوجا والحرور. وهذه صينيه شعريات اوندو جابونيه بالبروكولي، وهادو فطائر القشطة الحلوة ديال رمضان بالتمر، وصوبة ديال الميسو مع فوكيا شيتاكي، عصير لافوكا بتابيوكا بيرلز، وهادو دونات كيشهيو.
رمضان مبارك عليكم، ونلقاكم ان شاء الله فيديو واحد اخر. شكرا بزاف للتشجيعات، مع السلامه.